صباح الخير عليكم البنات، صباح الخير عليكم كامل المشتركات الوفيات. نقولكم توحشتكم بزاف. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بروتين مسائي جديد، نوريكم كامل جدرت في الروتين المسائي باسكو الصباح خرجت ما كانش عندي الوقت، ما خدمت والو. ونحب نشكر كامل المشتركات تاوعي على الفيديوهات، على التفاعل تاعهم. نقولهم شكرا 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 على التعليقات تاعكم الشابه، وربي يخليكم ليا ان شاء الله. نروحوا مع بعض للفيديو. هنا كما راكم تشوفوا بعد اللي دخلت في المساء جبت معايا شوية على القضيان، مي منسيتو ما والو. قبالة واش راح درت، جيت عيانة، جيت جوية الظهر هكذاك، رحت قبالة درت لاسيست، رقدت ورقدت وليدي، وفي العشية كينوت باش بديت نخدم شغلي. باسكو الواحد مهما يكون يعني ما يفرطش في لاسيست تاعو، يعني يعطي العمر قسط من الراحة. في العشية نوض خدمت شغلي، كما على بالكم الصيف نهار طويل. جبت شويه تاع السكر، شويه تاع المعدن وسوقس، برك جبت هذا ثاني غاسول تاع اكل بصابون مارسي، يعني ما جربتوش، جربتو خطا كي كان وليدي يتربى، مي ماشي هاد لا مارك تاع دوغي فلور. دوك نجربو هذا ونقول لكم لا مليح. دوك كيما راكم تشوفوا نبدا نحضر هذا السلطه. هنا عندي السكر تاعي مفروض هنا كيما راكم تشوفوا تاني تشريت سميد رطب باش ندير بها من سمن ولا ندير بها مطلع. شريت غير 2 كيلو باسكو ولا يفسد لي. هنا كيما راكم تشوفوا ما صيرتوش، يعني ما غربلتوش، درتو قباله في لابوات مونجي هادية. قلت حتى نجيح نستعمله باش نصيرو باسكو هنا كان يستنى فيا العشاء، وكنت شويه عندي شويه حاجه كم تسياق وكامل. هنا تاني تشريت شويه تاع الزيتون مرقد، جايا صوص غوش تاعو. واش ندير له؟ نزيد نضيف له شويه تاع زيت الزيتون، نديرو في العلبه محكمه الاغلاق ونخبيه في الفريجيدار. كل ما نستحق نجبد. كما راكم تشوفوا يعني كل حاجه نخدمها ولا بوات نقيها ندير فيها واش نستحق نمسحها، باش هكايا يقعد لي دائما البيت تاعي نقي. احنا بالنسبه للمعدن والقزبر درت لهم هذا البابي، شبه البابي تاع لي طابل تاع العرس عندي. جابوا لي زيت تاعي، راني ندير به. هنا المعدنوس والقزبر ما نغسلهم ما نشللهم ما والو، نخليهم هكا كي نجي نستعمل نحي بشويه ونستعمل، يقعد لي فتره طويله وانا نستعمل فيه. كما راكم تشوفوا بعد اللي خملت كوزينتي كان وقت القهوه وقت العصر. واش ما درت قهوه اليوم، درت غير شويه تاع الفواكه مع اللي وليدي تاع العنب وحبه تاع ياغورت. ماما انا كليت غير شويه فواكه باسكو كانت سخانه وكامل، ما حبيتش نطيب قهوه. هنا كما راكم تشوفوا سيقت لا شومبر تاعي، بدلت ليوز وجوز ثلاث جويزه. اما بالنسبه لي قالوا لي على الماطلا ديري لها الغلاف التحتاني، اي راني حابه نشري لها مي مازال ما كتبش ربي. هنا كي كملت كامل شغلي جوزت نشاف، نقيت البالكون ديالي، يعني التسيق تاع البالكون انا عندي يومي، ما غسلت الحوايج نشرتهم.
كما راكم تشوفوا حبيت نوري لكم شويه لي بلانط ديالي، يعني هاد لاطابل دائما نقعدوا فيها. انا حبيت نوري لكم لي بلانط هنا، هذه الحاشيه، هذه والله ما نعرف اسمها، مي بزاف شابه هاد لا بلانط وما تحبش الشميسه، تحب الظل. هذه ثاني تقدروا ديروها داخليه، هذه ثاني، وهذه الحاشيه. يعني انا بزاف نحب، الا حبيتو ندير لكم في الروتينات كيفاش نحتني بالنباتات ديالي باش يقعد لونهم خضر هكذاك. انا بعد اللي كمل كامل شغلي كان خاصني الخضره، صباح كي خرجنا ما قضيناش الخضره، راجلي كان عنده شغل، قضينا غير الحاجات اللي لقيناهم في طريقنا وكامل، اما الخضره ما شريناش. واش كي كملت شغلي قعد لي الوقت سقمت السميوه تاعي تاع الصباح، انا دائما نوجدها، يعني هنا انا في المساء مي وجدتها، يعني ما لقيتش واش ندير، نوجدها دائما هكا باش في الصباح كي نصبح صباح ربي ما نقعدش نخمم وراي السميوه ورا من الفنادل، نوجد كامل واش السميوه تاعي. ومن الاحسن من الاحسن تكون عندنا نخدمو كيك ولا ندير نوجدو حاجه هكذايا للقهوه تاع الصباح. هنا جبنا السردين معنا، حيكون حشانا سردين اليوم، راح نديرو بالدرسه بصح ما نكثرلوش الدرسه، ما حبيت بنات السردين تبقى. درت شويه تاع الثوم، شويه تاع طماطم مصبره، والتوابل درت الكمون كيما على بالكم السردين والحوت يحبوا الكمون، وشويه تاع فلفل الكحل، ونخلط هذا الميلونج كامل. زدت له حوالي ملعقه صغيره تاع القهوه تاع ما باش هاد الخليط يتحرحر لي ما يقعدليش هكاك عجينه كيما راكم تشوفوا. وندير هذيك الدرسه مع هذاك السردين، يعني هاد الوصفه تاع السردين بيان سور للمبتدئه، حتى حنوريكم طريقتي كيفاش نقليه ما يجيكمش شارب الزيت يعني، وما يتحرق لكمش تقعد الحبه شابه. انا ندخل كامل هاد الدرسه هاد التتبيله في السردين تاعي، من الاحسن ديروها في المساء وتغطوها بابي فيلم وتدخلوها في الفريجيدير. هنا بعد اللي وجدتو خليته شويه راح نرمدو في السميد، ما نحبوش في الفارينة يجي شغل معجن، نحبو في دقيق رطب تاع السمن والمعارك وكامل. هنا كما راكم تشوفوا اذا كان السردين تاعكم رقيق ديروهم شغل مشطات ثلاثه ثلاثه، واذا كان هكا شويه شد روحو خليهم هكذاك حبات. كما راكم تشوفوا انا خليتهم حبات حبات، درتهم كامل في هذاك السردين وخليتهم باش من بعد غير نخليهم برك. احنا ثاني كانت عده طرق، كانت تقدروا تنحوا لهم الشوك وتحلوهم كامل حبات على السردين وديروا بيناتهم الدرسه، يعني كاين عده طرق، كاين شطحه تاع السردين، كاين يعني دولمه، كاين بزاف وصفات. ان شاء الله كل مره ندير لكم وصفه. هنا هاي الكليفريت تاعي بعد اللي جاب لي الخضره، نقيت الشلاضه تاعي خديت هاد الشمه، خلينا نشوفوا كل حاجه مازالت مخلطه. انا بعد اللي وجدت كامل صوالحي ويعني الخضره ما استفتاش، خليتها تكوتي باش نفوت في العشاء باسكو جابوا لي مع الليل. انا كما تشوفوا غسلت الشلاضه تاعي الله فحفحتها في الماء ودرتها تقطرت بيا، ودوكا نديرها في صحن تقديم باش نزين السلطه تاعي. درت شويه تاع زروديا مرابيا وشويه تاع البيطراف، يعني البيطراف بزاف مفيد خاصه هكذا خضر، انا نحبه بزاف في الشلاضه، كي نلقاه دائما نديرو في السلطه ولا نغليه، هو من الاحسن تاكلوه هكذاك. هنا درت شويه تاع لي كورنيشون من الفوق، يعني واش كان عندي في الدار، نزيد ندير شويه تاع الزيتون مرقد هكذايا. يعني هاد التحضيرات قمت بهم الوقت اللي كانت لي فخيت تاعي طيب. هنا لي فخيت تاعي هاملي كمل هيك يطيبوا. هنا درت المقيله تاعي تاع السردين وخليتها تسخن، يعني شوفوا الزيت ما كثرتش بزاف. وهنا درت الكسكس مع طبسين من تحت باش نقطر السردين، مداري نقلي السردين في البالكون بما انه كنت ناشره الحوايج وكان شويه تاع الريح، قلت نقليه لداخل. هنا شوفوا خلوا المقله حتى تسخن، كي تسخن باش نحطوا الحبيبات تاع السردين تاعنا، وما نقصوش النار وما نقووش النار، يعني نديروا النار متوسطه هكا باش يطيب لنا السردين ديالنا وما يتحرقناش. هنا شوفوا الطريقه اللي نقلب بها، يعني ما ديروش حاجه كبيره تلبز لكم السردين تاعكم، ديروا مغرف وفرشيطه. انا هذه هي الطريقه اللي نقلب بها السردين تاعي. كيما دوك ام بعد تشوفوه يقعد سردين شباب ما يتلبز لكمش وما يتحرق لكمش، يجي طايب ويجي بزاف بنين. كيما قلت لكم هذه النصائح كامل للمبتدئات،
ولا العرايس جدد اللي ما يعرفوش، وعلاش كاين اللي ما تعرفش كاين اللي انا وليك سردي تاعي بعد لي طاب لي فخيت هاد لاسيت درتها نمدها راح نمدها لنا داري. هاي ليك طاوله العشاء تاعنا حبيباتي. هنا دوكا نروح نغسلوا المعن كيما على بالكم السردين وريحته ومعنو. انا الحاجه الاولى اللي نديرها نخمل هاد المعن اللي كانوا عندي في السله، نمسحهم ونرجعهم كامل بلاصتهم. هنا الحاجه الثانيه واش ندير، نمسح الكويزينيير تاعي ما بيت الرغوه تاعي راهي نقيقيه، نمسح كامل الكويزينيير وين قليت وين درت الزيوت تمسح لها وتمسح هذاك الحيط اللي منا اللي منا. وهنا كما راكم تشوفوا يعني الحاجه اللي دائما نديرها وهي الاواني تاعي ما نغسلهمش قبالة بالرغوه، لازم نشللهم بالماء في الاول، نحي لهم هذاك الكبير يعني بقايا تاع الاكل اللي تكون لاصقه، ومن بعد باش ندير لهم الرغوه تاعي. هنا الرغوه كانت عندي شويه قديمه تما تجوزت بها هذاك اليد، ومن بعد ندير رغوه جديده. انا كيما راكم تشوفوا راني بديت نغسل في الماء نتاعي، ونخليكم مع الفيديو.
كما راكم تشوفوا بعد اللي غسلت الماء ديالي كي يكمل كامل معني دوك ندور لهاد الخضيره نستفها، يعني ماشي نحفوتو في الخضره ونخلو العشاء يستنى، يعني كي تجيكم يعني الخضره تجيكم في وقت العشاء خليتها تكوتي فوق لاتاب ووجدت حشايا كي كملت معناتي كامل ستفت هذيك الخضره. هنا باش نعطروا البيت تاعنا درت عود تاع القرفه وشويه لي ترونش تاع القارص شويه ماء شويه لافاني ونخليها على نار هاديه تغلي باش نحي لي هذيك الريحه تاع اللي في البيت تاع السردين، راكم على بالكم ريحه السردين كارثه. هنا هوليك المطبخ تاعي بعد اللي نقيته درت هذيك الخلطه فوق النار خليتها تطلق لي. هنا ثاني الحاجه اللي نقوم بها دائما وهي انه كي يكون من القش اذا ما عنديش كيكه ولا شي حاجه على القهوه نوجد سميد رطب والفرينه ونغطيهم باش غدوه قبالا ندير الفطير ديالي ندير خبز فطير به. هنا هوليك المطبخ تاعي نقيته، يعني نوري لكم هكا باش نحفزكم كامل تنقوا المطبخ تاعكم في الليل. انا جامي 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 نخلي المطبخ تاعي هكا قبل ما عند الصباح، يعني ما نكون مريضه نغسلهم. هنا درت هذاك العيون تاع الكويزين غدرتهم في الكسكاس قطره. هنا صينيه القهوه تاعي تاع الصباح خليتها هنا فوق الطاوله. اما بالنسبه لواحد الاخت سقساتني على لا توسيغي تاعي، يعني هاي ليك مجرد قماش دايرته من تحتها غوز وهذا سيمات ولا واش يقولولو هاوليك جاي في البلان افلور وشوف الشكل تاعو، يعني ساهل ما فيش حاجه كبيره ان شاء الله تكوني فهمتيني. يعني كي كملت كامل معناتي رحت للسال دو بام، راكم على بالكم ريحه السردين تدخل في كل بلاصه شعركم يولي ريحه السردين. رحت ديت الدوش سخنت عضيماتي الله الله، بعد اللي دوشت وكامل درت صحن تاع الفواكه كانوا عندي رحت كليته من هيك انا والزوج تاعي ووليدي وقرعه ما بارده بيان سور. الى هنا حبيباتي راح تخلص لا فيديو تاعنا، نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله.